السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الخلطة سحرية كتخلي المسمن كيجي مورق وكيجي محلول من الداخل، وفي نفس الوقت ما عمرك ما غتخافي من المسمن، غتعودي دائما صوبيه راسك وما غتبقيش تشريه. في ساعة متصوبيه يجيك محلول ويجيك مورق، وفي نفس الوقت ما غتعكزيش عليه. هنا غادي نبداو على بركة الله، غادي ندوزو للمقادير. عندي هنا واحد الكمية ديال الفارينة، تقريبا واحد الكيلو، شوية ديال الملحة، شوية ديال السنيدة، والخميرة حبيبات. صافي، كنخلط كل شي بالماء عادي. اللي بغا دير المشوية دافي ديرو. صافي، كنخلط العجينة كلها بحال هكا كنعجنها. كنحاولوا العجينة ما كنديروها ما هي قاصحة ما هي خفيفة، بين وبين ما تكونش العجينة مطلوقة. هنا اللي عنده العجانة بغى يخدم بيها يخدم بيها. صافي، ديروه في العجانة ودلكوه. انا خدمته هكا بهذه الطريقة، وحاولت ندلكو راسي. وفي نفس الوقت عاوتاني اللي بغيتو ديروه في البلاستيكه تخليه تقريبا واحد ربع ساعة. صافي، وتخدموا به. صافي، دلكتو بهذا الشكل بحال هكا انتما كيما شفتوا العجينة، بين وبين ما هي قاصحة ما هي مرخوفة. صافي، كندلكها مزيان، كنخليها ترتاح تقريبا واحد 4 دقائق، ما بين 3 دقائق حتى 4 دقائق. صافي، وكندوز شكلها بحال هكا، كنقطعها كويرات. هنا انا درت الكويرات صغار بهذه الطريقه بحال هكا. نتوما اللي بغيتو ديروهم كبر من هكا ديروهم على حساب الحجم اللي بغيتو نتوما ديال المسمن. صافي، كندوز نشكل كل شيء، كنقطعو بحال هكا، كنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 2 دقائق. بما دست نصوب معكم الخلطه السحريه ديال المسمن، اللي غتجيكم المسمن محلول من الداخل ومورق. صافي، بهذا الشكل بحال هكا كنكمل التقطيع. هنا ها الخلطه غندوز نصوبها معكم. هنا عندي تقريبا واحد 4 المعالق حتى 5 ديال الزبده، ذوبتهم، درت تقريبا نفس الزبده، درت زيت خلطتهم مزيان، ودرت هنا الفينو حتى هو واحد 4 المعالقات. كنخلطهم مزيان بهذه الطريقه بحال هكا، وكنزيد عليهم خماره واحده ديال الحلوى. صافي، وكنخلط كل شيء، كنحاول نخلطهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. اللي بان لكم شويه الخليط خفيف، نزيد شويه ديال الفينو، كيجي شويه عاقد بينو بين، ما عقدش بزاف. صافي، كنخليه بحال هكا، وكندوز نخدم به. كناخد بعد ما ارتاحت من العجينه كندوز نورقها بحال هكا بهذه الطريقه، كنحاول نورقها مزيان حتى كيبان لنا سطح العمل من العجينه بحال هكا، بهذا الشكل بحال هكا كنورقها مزيان. كناخد هذيك الخلطه كندوزها من الفوق فوق المسمنه بحال هكا بهذه الطريقه. صافي، كندير شويه ديال الزيت، كنحاول ندير وحده فوق وحده، وكندوز عاوتاني شويه ديال الخلطه من الفوق. صافي، نحاول نجمعها بحال هكا بشويه بشويه. وكن درت لها الطريقه اللي شفتو نتوما بحال هكا. انا ديجا غنورق معاكم وحده اخرى، كنورقها مزيان بهذه الطريقه بحال هكا حتى كيبان منها سطح العمل بهذا الشكل. صافي، كنورقها، كناخد الخلطه اللي صوبت كنديرها من الفوق بحال هكا، كنحاول نديعها كلها على المسمنه. صافي، كندير وحده فوق وحده بهذا الشكل، كندير شويه عاوتاني من الفوق، وكندنتني وكنتني مرخوفه. صافي، وكنجمعهم من الجناب. صافي، كنكون هنا ديجا خديت انا المقله، رديتها كتسخن. كان ضروري كنقص البوطه على نار متوسطه. صافي، وكنحط فيها المسمنات بحال هكا. انا هنا درت المسمن شويه صغير، والبقله تاعي عندي شويه كبيره، يعني هنا هزوا لي 3 المسمنات. صافي، وكنبقى نقلب بحال هكا بهذا الشكل، مره مره كنقلب بحال هكا. وكانوا حنا ناقصين البوطه باش المسمن يطيب لنا من الجناب ومن الوسط كله بهذه الطريقه بحال هكا. كنكمل كل شيء. صافي، من بعد مي كيطيبوا ها نتوما، انا غنحل معكم وحده سخونه، عندي كيجي مرق ومحلول من الداخل. ها نتوما بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي، ها نتوما كيما شفتوا كيجي مرق، وفي نفس الوقت العجينه صحيه، يعني ما خدمناش بالفورصو والقمح، خدمت انا بالفارينه، كيجي زوين
وصحي اللي كيديروا الجهاز الهضمي هذا احسن ليه بالصحه والراحه.